هذا سلاح الجو المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد حي السريع أن العملية الهجومية نفذت بثلاث طائرات مسيرة، منها طائرتان نوع قاصف 2 استهدفت مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية، وطائرة صماد 3 استهدفت شركة أرامكو في جيزان. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف جاء ردا على استمرار العدوان والحصار على اليمن.